وانضم الينا هاتفيا دكتور علي مسعود، عميد كليه السياسه والاقتصاد جامعه بني سويف. دكتور علي، اجتماعات مستمره من قبل الرئيس السيسي لمتابعه تطورات العمل بالعاصمه الاداريه الجديده، برايك ماذا يعكس هذا الحرص على صعيد الانجاز وجوده التنفيذ؟ احنا هنتكلم حضرتك في شقين. الشق الاول هي متابعه الرئيس شخصيا لهذا الملف الغايه في الاهميه، وده يقول لكل المسؤولين في مصر انه المشروعات لن تكتمل الا بمتابعه او متابعه حثيثه. دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا بنتكلم على مشروع العاصمه الاداريه اللي هو هيكون عنوان للجمهوريه الجديده. بنتكلم على 720 كيلومتر مربع مساحه سنغافوره كمدينه ذكيه، كمدينه حضاريه، مدينه مخططه تخطيط على اعلى مستوى عالمي، مدينه ذات قاعده اقتصاديه من كافة القطاعات الخدمية والصناعية والتجارية واللوجستية والمالية. ده احنا بنقول انه متابعة سيادة الرئيس للموضوع ده في غاية الأهمية، لأنها بتمثل نقلة كبيرة جدا، مش بس للصورة لصورة الجمهورية الجديدة، ولكن للاقتصاد المصري والصورة الذهنية للآخرين للمصريين وجودة الحياة للمصريين. نعم، الاجتماع تناول أيضا قطاعي السياحة والآثار من زوايا مختلفة، يعني المتحف الكبير للاستعداد للموسم السياحي الشتوي، متحف عواصم مصر، أعمال التطوير المختلفة. فيما يخص المتحف المصري الكبير من حيث التجهيزات الفنية وغيرها، كيف ترى هذا المشروع القومي الكبير؟ تمام، خلينا نقول ان كل ده في بيصب في او بيندرج تحت مظله كبيره جدا وتوجه كبير للدوله، وهو تعظيم القيمه المضافه من الموارد المتاحه. وعندنا احنا القيمه الاثريه والتاريخيه لمصر كبيره جدا جدا، وبالتالي بنتكلم على المتحف الكبير كمتحف بيتم عرض فيه الاثار المصريه بطريقه حضاريه، ولكن في نفس الوقت تضاهي وتتناسب مع العمق التاريخي للحضاره المصريه. بالتالي احنا بنقول نعمل نقله نوعيه كبيره جدا للسياحه في مصر خلال الفتره اللي جايه. ويمكن اللي انا عاوز اقوله للساده المشاهدين اللي بيحصل، احنا مسلطين الضوء على المتحف الكبير، ولكن في المحافظات وفي الاقاليم في تطوير في المناطق الاثريه غير مشهور، يعني غير مسبوق. احنا بنشوف معابد في سوهاج ومعابد في قنا ومعابد في المنيا بيتم ترميمها، ومتاحف جديده بتتبنى. ده لتطوير قطاع السياحه والبنية التحتية بتاعته. نعم، ناهيك أيضا يا دكتور عن الاكتشافات الجديدة التي تطلعنا بها وزارة السياحة والآثار كل يوم. دكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.